واش من جديد بالموقع نتاع النهارينات؟ هذا الموقع من اللي فتحوا واحد الاخ في العيون وخلص عليه بقى هكذيك مشلول ما كانش اللي يخدم فيه، وهذا العام جات لقيته باش نخلصوا، خلصوا شي ناس الفلوس، ولكن اللي حدي الان ما كاين شيء. الله يستر يا ربي شي شاب ولا شباب اللي بغى يخدم في هذا في هذا في هذا في هذا الموقع. لكن المواقع نتاع الغنى ونتاع الفساد تصب فيها الالاف يخدموا فيه، وهذا الموقع ما كاش قاعد يبغى يخدم فيه، يخدم بالفلوس. ما يكونش قاع مهندس الا عنده شي وقت فارغ يقبض هذا الاخر، نلقيوه مع الاخ اللي عنده المفتاح نتاع هذا الموقع ويمشي. كي يكون عنده شي وقت نعطيوه الماده اللي ينشرها بحال هذا الدرس ولا وينشروا. علاش يبقى هذا الدرس غير هنا في الجامع؟ كيتكلموا معايا الناس باوروبا كلها بالشرق الاوسط، كلشي يقول مالك انت عندك هذا، مالك عندك هذا الموقع، نحن نحتاج الى هذا ونريد ان نسمع للجديد وما كاينش. نقول ما ودي ما كاينش شيء اللي يخدم، الشباب اللي يخدم ما كاينش، ما كاينش لحد الان ما كاينش. كاين واحد في العيون كان بغى يخدم، قال له واحد قال له ما تخدملوش انا نخدم عندي، ما بقاش يخدم. هالشيء اللي كان. فلازلنا نحن نرسل هذا النداء لمن اراد ان يدعو الى الله. إلا كان بصح إلا كان يشوف هذا الكلام اللي يقول فيه شي فائدة، إلا كان يشوف ما فيها فائدة ما يشقاش. إذا رأى الإنسان المسلم أن مثل هذا الكلام يمكن أن ينفع الناس، إن شاء الله تبارك وتعالى يجتهد، وحتى إلا بغى يخدم الفلوس يعني بشي بركة ولا ندبروا له إن شاء الله في الشهر، يعني غير بلا ما يمشي يخدم، ما كاينش يمشي خدمة نتاعو الخدمة اللي رسمية يمشي يخدم، ولكن غير جالس، الشاب غير جالس وعنده هذه التقنية. وعندنا استغفر الله المادة موجودة الحمد لله يا ربي، نسأل الله العفو والعافية. هذه 20 سنة ولا أكثر، والدروس يعني في سلسلات سلاسل، كل سلسلة كاينة فيها دروس. لو أن هذه الدروس جمعت ونظمت وصححت ونقحت والدرت في كل موضوع كدير فيها لو انتفع الناس. ولكن ان شاء الله تعالى دائما كنقول هالكلام، الى هذا العمل فيه النفع وهو عمل لله، فبحياة الله تعالى الحي القيوم سبحانه سيحيي هذا، وحتى وخا نموت ويموت هذا الجيل سيقيض الله له من ينشره. وإلا كان هذا الكلام ما نفعش وماشي لله والنفس بيدي، أسأل الله أن يدمره، وسيدمره الله تعالى سبحانه وتعالى، لأن الحاجة اللي تكون لله هي اللي غادي تبقى. كما قالوا الإمام مالك، كثرت الموطئات يا إمام، أي موطئ نتبع؟ قال ما تخافش، الموطئ اللي يكون نقله صاحبه وأراد بذلك وجه الله هو اللي غادي يبقى، وبقي الموطئ نتاع القاسم. قال الموطئات الآخرين مشاو وبقى. أنا عندي يقين، وأخر احنا غير في هاد الجامع محبوسين، أن هذا الكلام إذا كان نافعا وإذا كان لله فهو سبحانه سيتكفل بتدبير هذا الأمر سبحانه عز وجل إلى ما كانش. احنا هذا هو غير من السنين اللي قلت، ما هو جديد هذا الموقع، ما نقولش ما يحتاجش عاد تبقى تقول هذا. ما ان شاء الله نسأل الله تعالى العفو والعافية. يا سيد ربي احينا حياة طيبة، يا ربي اعطينا واحد الموتة مباركة، يا ربي اشتقنا إلى لقائك فاشتق إلى لقائنا، يا ربي اقذف حرقة الشوق في قلوبنا للقائك. اللهم يا رب ارزقنا حبك وحب نبيك وحب هذا الدين وحب المساجد وحب المؤمنين. أسأل الله أن ترزقنا حب كل عمل يقربنا إلى محبته. الله يعطينا حياة طيبة ويعطينا واحد الموتى مباركة. حضروا قلوبكم، يا ربي يا ربي يا حي يا كريم، يا من إذا رفع إليك العباد أيديهم تستحي أن تردها. النهار اللي تخرج هذا الروح
ونقاد إليك مذنبين مجرمين مقصرين، ويهال علينا التراب في ذلك اليوم الحق الموعود، فتغلق دوننا الأبواب ويتخلى عنا الأهل والأحباب، ولا يبقى حينها إلا بابك يا تواب. يا ربي يا ربي، على هذاك النهار اللي رحنا نجتمعه، وعلى ذاك النهار اللي رحنا نتكلمه، وعلى ذاك النهار اللي رحنا نتنصحه، يا ربي يا ربي يا ربي، ما بغينا إلا النجاة ذلك اليوم. أمنين يديرونا تحت التراب ذاك النهار؟ ما تتخلاش علينا منين يتخلوا علينا الخلق؟ يا ربي منين يخليونا نواجه أعمالنا السيئة؟ فقابلنا بعفو، إن عظمت ذنوبنا فعفوك أعظم. اللهم يا رب، إنك قلت في كتابك ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك، وصلى الله على حبيبنا محمد.